مؤسسة المواني الكويتية دشنت حملة تطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة استشعارا للمسؤولية المجتمعية ولمشاركة وزارة الصحة جهودها في التصدي للجائحة الصحية. المواني الكويتية تقوم بحملة تطعيم لموظفيها بكامل قطاعاتها وإداراتها ولكافة المواني الكويتية الثلاثة. هذه الحملة عدد من سيتطعم لا يقل عن 7000، وبدأت من بتجهيزها من عدة شهور، والله الحمد اليوم نرى ثمارها بجهود جميع العاملين سواء المنظمين من مؤسسة الموانئ وأيضا وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك، ووزارة الصحة طبعا، ونشكرهم جميعا على هذه الجهود، وأتت في وقتها لأن بدأت الأخبار تنتشر في مختلف أنحاء العالم بتفشي وباء الكورونا بمختلف أنحاء الموانئ وبالذات في الصين، مما يؤخر أو يعطل نقل الكثير من البضائع حول العالم وزيادة نسب تفشي هذا الوباء وبالذات في قطاع النقل البحري والموانئ. حملة التطعيم تضمنت العاملين بالموانئ وعقود الاستعانة وعقود طويلة الأجل، الشركات المتعاقدة والمصانع العاملة، بالإضافة إلى 6 جهات حكومية عاملة وعمالها ومقاولينها. هذا الأمر يأتي حرصاً من الإدارة العليا في مؤسسة الموانئ في تأمين سلامة العاملين في المرافق المينائية وسلامة العاملين في طواقم السفن حتى القادمة، بحيث أنه يكون في احتكاك ما بين العاملين والطواقم، وهذا الأمر يأتي حفاظا على المنظومة اللوجستية اللي موجودة في الموانئ، على اعتبار أن الموانئ هي رئة الكويت إلى العالم.